اهلا بيكم معايا في حلقه جديده من بالهنا. النهارده عاملين اكله سمك لطيفه جدا وسهله وطعمها حلو قوي، مفيش حد كبير صغير بنت ست راجل كله هيعرف يعملها. سمك قاروص بالورق البصل اسمه الشايبس وبقدونس وزعتر فريش، كل الحاجات دي فريش مع زيت زيتون وملح وفلفل وبس، وهتتقدم مع خضار. وتاني حاجه هنعملها هنعمل كب كيك بالبرتقال، لطيف وسهل برضو جدا والفستق. اول حاجه هنعملها ناخد الملح والفلفل بتاعنا كده، نجيب سمكتين ونخليهم فيليه، ونخلي لازم نخلي الجلد فيهم، الجلد هو اللي هيدينا طعم حلو قوي. هنعملها الملح والفلفل بتاعها ونهويها في الطبق كده. اوكي، نيجي كده هنا نحط شويه زيت صغيرين، شايفين ما نلمسهاش بقى لغايه لما تستوي. الجلد لو شلناه قبل ما يستوي هيقطع، فنستنى ويبقى عندنا صبر، ما نبقاش اخدت بس 3، فمش مش عايزه اخليها اوفر كراودد، نعمل دي بعدين. وبعدين ايه اللي هيحصل؟ ان احنا نجيب الكبه بتاعتنا كده ونحط فيها كل المكونات اللي انا قلت لكم عليها، اللي هي عباره عن بقدونس وزعتر وشرشايبس اللي هو ورق البصل، مع زيت الزيتون، ربع كوبايه زيت زيتون بالظبط، وكل الحاجات دي فريش يا جماعه يا ريت، وشويه الملح برده، واحط شويه فلفل، ونضرب الحاجات دي كده كلها مع بعض. بصوا بيعمل زي كأنه بيبقى زي كريمة كده، بس انا هزود له شوية زيت بسيطة كمان، ريحته تجنن. هايل، نجيب دي كده هنا. شايفين السمك بنعرف انه استوى لما بيبيض، احنا اتكلمنا عن الحكايه دي قبل كده. دلوقتي لما نحاول نشيلها، لو كنت شلتها قبل كده كانت هتتقطع مني، دلوقتي اهي بحالها. دي برضو نفس الحكايه، شوف لونه بقى عامل ازاي، لطيف جدا. نجيب بقى الطاجن بتاعنا او الصينيه اللي بندخلها الفرن. الفرن عندنا نبقى عاملينه على 180، وهتقعد في الفرن بالظبط 10 دقايق كمان او حتى 5 دقايق. انتوا عارفين السمك ما بياخدش وقت خالص في السوا اهو. وايه بقى اللي يحصل دلوقتي؟ ناخد بقى اللي احنا عملناه ده، نقفل ده هنا كده خالص، وده نحطه كده على الوش، اللي هو بس عباره عن على اللي احنا لسه قايلين لكم عليه دلوقتي حالا، بقدونس وزعتر فريش وشايبس ورق بصل وخلاص، وملح وفلفل وزيت زيتون. هسيب شويه كمان لان انا عايزه احط عليه وهو فريش، عايزه شويه يبقى مستوي شويه فريش، بحب الحاجه يبقى ريحتها كده طالعه والفريشنس باينه فيها. بس كده خلاص، وندخلها الفرن. اول ما نلاقي الوش بتاعها، شايفين هو دلوقتي وشها لونه بامبي كده شويه زي ما انتم شايفين، استنوا عايزه اوريكم شايفين الوش عامل ازاي. اول ما الوش يبيض يبقى كده اوباك، تعرفوا ان هي استوت، ومش هتاخد وقت خالص. عندنا سخان، واشوفكم بقى بعد الفاصل نبتدي نعمل مع بعض الكب كيك وبس. اشوفكم بقى بعد الفاصل. اهلا بيكم معايا مره تانية. احنا دلوقتي سايبين السمك في الفرن اهو، نبص بص عليه اهو، فعلا بدا يبيض. وكنت عايزه اقول لكم ان انا في السيجمنت الاولانيه قلت لكم انا حطيت الزيت، بس انا ما كنتش حطيت الزيت، انا حطيت شويه زيت صغيرين، فهي ربع كوبايه زيت على كل الحاجات دي. ونقول هو مالي وناشف كده ليه؟ بس المهم يعني هو في الاخر قوامه هيبقى بالمنظر ده، كانه صوص اخضر خفيف، وهو احلى كده لما انا دخلته بالطريقه دي. هتشوفوا ان الشكل والطعم هيبقى احلى كتير. دلوقتي هنبتدي على طول بالمقادير بتاعه الكب كيك البرتقال. عندنا زيت، عندنا دقيق، عندنا عصير برتقال، بشر برتقال، سكر، بيكنج باودر، فستق، وثلاث بيضات. فكره بقى البيض احنا حكيناها لكم بقى كذا مره، وعملنا حاجات حلوه كتير قوي مع بعض. انا هعملها في الكبه الصغيره دي. ايه اول حاجات تتحط مع بعض دايما؟ يلا قولوا معايا. سكر مع الزيت، او يعني الدهنيات مع السكر، ماشي. وبس كده خلاص، هضربهم كده شويه حلوين مع بعض لغايه لما اللون يبيض ويبقى جميل. وبعدين هنزل بقى بيض وبشر البرتقال. وصلنا الى هذه المرحله، ننزل على طول دلوقتي بالبيض. بشر البرتقال دايما البيض لما بنحطه دايما قلنا قبل كده، يا اما الواحد بيحط فلفل اسود، يا اما الواحد بيحط الحاجه الاروماتيك اللي تضيع ريحه زفاره البيض. فدلوقتي اهو ما بقاش في ريحه بيض. وده عصير البرتقال بتاعنا هيتحط كده برضو. عندكم المقادير مكتوبه بالظبط قد ايه كل حاجه. دلوقتي بقى نيجي عند الدقيق، نحط شويه ملح صغيرين مع البيكنج باودر، هو بقى اللي هيعليها. ونبتدي بقى ننزل شويه شويه بالدقيق، نفتح كده علشان ما نبهدلش الدنيا، وننزل شويه شويه بالدقيق. يعني الكيكس والكوكيز والحاجات دي مفيش اسهل من عمايلها، الواحد او بقى ما بيفهم ايه اللي بينزل مع ايه وخلاص. اهم حاجه ان الواحد يجرب. في بعض الريسبيز او الحاجات اللي بتخلي الواحد لازم يعملها بالظبط عشان تترفع، علشان كده العجين بالذات. ف بتبقى حاجه لطيفه جدا، ودايما بتبقى يعني نقول 99% دايما بتبقى ناجحه. المشكله ممكن تبقى عندنا في الفرن فتحناها بدري فوقعت. مش هقول لكم حطينا حاجه مكان حاجه، يعني ممكن نعمل بدل الدقيق ده مثلا نجيب دقيق، نفرم مثلا عندنا مثلا كوكونات اللي هو جوز الهند الناشف، نضربه جامد ونخليه زي الباودر نستعمله بدل يعني نبتكر كده. كفايه، نيجي تاني بقية الدقيق بتاعنا. خلاص وخلصنا كده. عايزه بس ابص بص على السمك عشان ايه، عندي احساس ان هو قربنا خلاص، ريحته بدأت تبان، كل بقى العطريات اللي احنا حطيناها دي باينه جدا جدا جدا. نيجي كده هنا، زي ما قلت لكم هي فيها فستق، طلع دي كده من هنا علشان ايه نعرف نتعامل بيها كأن هي بولة عادية. ايه اللي هيحصل بقى هنا؟ اللي هيحصل هنا زي ما انتم شايفين، في انا عندي قلت لكم فيها فستق، فحط شويه فستق في المرحله دي، بسيب الباقي كده. واجيب الاسباتشيلا ونبتدي نقلب كل الحاجات دي كده مع بعض. يكون الفرن عندي على 180 مفتوح، وانا عندي اوريدي في فرن فيه فراخ، مش هندخل الفرن اللي فيه السمك على فكره، ده في عندنا هنا فرنين، ها بس مش كلنا عندنا الحكايه دي. فنعمل ايه بقى لما يبقى عندنا ريحه في الفرن مش حلوه؟ انا شخصيا عاده بحب اعمل عيش في النص قبل ما اعمل حاجه حلوه، العيش بيفرق خالص في ريحه الفرن. فلا خليه كده معايا، اقول لكم دلوقتي ايه اللي هيحصل. عندي هنا الكب كيك تاني اهي، ونجيب الورق على حسب بقى الالوان اللي انتوا عايزينها، عايزين فضي، عايزين الوان، اللي انتوا عايزينه. والطف حاجه فيه ان الواحد بيبقى مش محتاج بقى ولا يحط زبده ودقيق والحاجات دي، لا الحاجات دي بتطلع الكيكه على طول منها فيها كده اهو بدون مشاكل. نعمل شويه فضي وشويه ذهبي. وندخله هنا ونجيب بقى زي سكوبر كده ولا حاجه، انا بحب اعملها بالمعلقه شخصيا. عشان تبقى ايه مظبوطه. تلات ارباع نحطها في تلات ارباع نملاها لتلات ارباع يعني. ندخلها الفرن ونشوفها كمان تلت ساعه شكلها هيبقى عامل ازاي. اوكي، سهله الحكايه ولطيفه وما فيهاش اي مشكله، ده بقى نعمله بعدين. المهم ايه اللي ناقصنا في الحكايه دي؟ قلت لكم في معانا مربى، عشان هنعمل بيها ايه؟ هنعمل بيها الاتي. نجيب كده طاسه محترمه، انا عندي هنا الطاسات كلها اهي على النار. واجيب هنا مربى برتقال، اسيحها المفروض بميه، انا عندي بقيه عصير برتقال فهحط شويه عصير برتقال كده عليه واسيبها ايه تسيح خالص في بعض، عشان عايزه المع وش الكب كيك نفسه، وعلشان لما نيجي نحط فيه الفستق يمسك. هزود شوية كمان. وننتظر بقى ايه لغاية لما يبتدي يغلي شوية. ايه بقى اللي فاضل لنا هنا؟ فاضل لنا احنا نروح نبص على السمك بتاعنا. نبص بصة كده، يا سلام يا سلام يا سلام، هو خلاص تمام جدا اهو. شكله عامل حلو ازاي وخلص. يعني مين ممكن يعمل حاجه زي كده وتطلع وحشه؟ هو كده خلاص خلص. وزي ما قلت لكم انا كنت عامله الصوص بدون زيت، دلوقتي هزود عليه شويه زيت كمان حتى اللون هيفرق. لطيف جدا جدا الكلام ده. احلى حاجه يتقدم معاها ده يبقى ايه غير خضار مشوي؟ مفيش احلى من الخضار المشوي معاها. فدلوقتي نجيب الطبق بتاعنا اللي هنقدم فيه، ودي اهي بدات تغلي هايل. شويه كمان ونقفل. لا انا عايزه دي عشان امسك بيها كده. اكله سهله وخفيفه وصيفيه جدا في الحر الرهيب اللي احنا عايشين فيه الايام دي. دايما نحاول نفكر نعمل ايه الحاجات الخفيفه على قلبنا، حتى في رمضان. بتهيألي احنا رمضان السنه دي هناكل كتير قوي حاجات احنا مش متعودين عليها بكم الحر اللي احنا شفناه الفتره اللي فاتت. المشبك المسبك بقى والحاجات التقيله دي ما بتهيأليش هنقدر عليها قوي في رمضان ده. وانا كنت بقى محضره شويه خضار كده معاها، اهو احط كده الخضار. ده باذنجان انا قشرته وشويته كده. هي بس ايه تبقى ايه اكله كامله متكامله فيها كل الحاجات اللي احنا عايزينها، من بروتين لخضار زي ما انتم شايفين، فيتامينات طبعا من الخضار. واكتر حاجه بقيت احبها لقيتها وبقيت استعملها على طول لما يبقى عندي عزومات وكده، عارفين الورد اللي بيطلع من الروزماري؟ الروزماري لو انتوا بقى بتزرعوا في بيوتكم، ودي حاجه احنا عايزين نقعد نتكلم عليها بعد كده، حكايه الزرع في البيت دي. لو بتزرعوا في بيوتكم روزماري او زعتر وكده، في ورد كده بامبا اكشولي لونه بنفسجي وورد لونه اصفر، بيطلع في زي اي حاجه بتطلع، اي ثمره بتطلع. ففي الروزماري والزعتر بتطلع ورود صغيره جدا جدا كده. فانا بقى النهارده جبتها لكم معايا وهوريكم بقى طعمها بيبقى شكلها بيبقى حلو ازاي حتى في البرزنتيشن. بس ايه قفلاها علشان لونها ما يغيرش. دول ورد بيتاكل، مش احنا بناكل الروزماري والحاجات دي ولا لا؟ حتى ورد بتاع البرتقال، الورد بتاع الحاجات دي لو انتوا بتزرعوا في البلكوناتكم، لان انا برضو زرعه في بلكونه يعني وفي تراس، مانيش يعني عندي جنينه في اي حاجه عشان ما حدش يقول لي بتتمنظر ولا حاجه. لا، احنا ممكن نزرع في اي حته عندنا فيها شويه هواء وشمس، نعمل احلى حاجه. بس مفيش احلى من الورد والطبيعه. وكده خلصنا ده، ننضف بس بقى ايه مكاننا ونجيب الكب كيكس اللي هي خلاص خلصت عندنا اوريدي، واوريكم اخر حركه نعملها فيها ايه. بس شايفين السمك استوى ازاي اهو. واهم حاجه مش عايزاكم تنسوها انكم تحطوا له الملح والفلفل بتاعه قبل ما يدخل الفرن، لان زي ما انتم شايفين برده احنا ما حطيناش ملح كتير في الدريسنج بتاعه. اوكي اهو الطبق بتاعنا. ودلوقتي نجيب الكب كيكس بتاعتنا اللي احنا كنا اوريدي عاملينها قبل كده، واهو السيرب اللي احنا عملناه اللي احنا عايزين نلمع بيه. نجيبها كده ونمشيها فيها كده لطيف، نقوم حاطينه كده، وبقى عندنا فستق من بره وفستق من جوه. وخلصت الحلقه بتاعتنا بتاعت النهارده. اتبسطت جدا ان انا عملت لكم الحاجات السهله السريعه دي. احب اشوفكم في حلقه تانيه وجديده من بالهنا.